الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي على هذا الاداء المميز ولا تصريحات المهمه. يمكن بطلات النادي الاهلي يمكن بيأدوا الفترات الماضيه اداء رائع جدا مستمرين معاكم، ويمكن كمان بيخش لنا عدد من اللاعبين على النادي الاهلي. بنبارك لك النهارده على الفوز بالبطوله، حابه تقولي ايه لزمايلك النهارده بعد الفوز وبعد ما حصلتوا على البطوله؟ حابه تقولي ايه وشعورك ايه؟ انا طبعا مبسوطه جدا ان احنا الحمد لله اخذنا البطوله دي، بقالنا كتير ما اخذناهاش. طبعا عايزه اشكر اول حاجه الجهاز الفني وكل زملائي في الفرقه، علشان احنا فعلا تعبنا وعملنا مجهود كبير، والحمد لله ربنا كافئنا بان احنا ناخد البطوله. ازاي كابتن ايهاب قدر يجدد الدوافع عندكم بعد المباراه القويه امبارح؟ قدرتوا تعملوا مباراه قوي جدا، لكن النهارده كنتوا فارقين وقدرتوا ان انتوا تفوروا سكور كبير. كابتن ايهاب اتكلم معاكم في ايه؟ طبعا احنا عملنا ميتنج قبل الماتش واتكلمنا على نقط ضعف ونقط قوه الفرقه الثانيه، وكان اهم حاجه ان احنا نعملها ان احنا نجري على الفاست بريك وان احنا نبص على الانسايد علشان السكور بتاعنا يفرق، وطبعا اهم حاجه الديفنس. فكابتن ايهاب قال لنا كده. البطوله دي خلصت، الفتره اللي جايه بالنسبه لكم شايفاها ازاي؟ تمنياتكم ايه وامنياتك ايه مع النادي الاهلي الموسم ده؟ احنا الحمد لله كده في بطولتين السيزون ده خلصوا، خلصنا دوري المرتبط كسبناه ودي بطوله المنطقه، لسه بقى سيمي فاينل وفاينل الكاس والدوري، وان شاء الله يعني احنا عايزين نخلص الدوري ده السيزون ده واخدين كل البطولات ان شاء الله. يعني الله يبارك في حضرتك. مستمرين معاكم كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. كابتن فريق النادي الاهلي دينا عمرو، الف مبروك يا دينا. طبعا النهارده البطوله وفوز مميز ورائع، بتكلم كمان ان انتوا لعبتوا جيم قوي جدا امبارح، لكن النهارده قدرتوا تفرقوا سكور كبير. قولي لي النهارده شايفه الجيم ازاي بالنسبه لك؟ اول حاجه طبعا الف مبروك لكل جمهور النادي الاهلي ولينا واولياء امورنا وجهاز الفني والطبي والاداري. وطبعا ماتش امبارح هو عامه البطوله يعني كانت صعبه جدا، هو كمان كان بقالها فتره كتير قوي غايبه عن النادي، والحمد لله قدرنا ان احنا نرجعها تاني النادي الاهلي. فاكيد طبعا ماتش امبارح كان تقيل، بس احنا كنا مصرين على الفوز ومصرين ان احنا يعني كنا نرجع البطوله دي النادي تاني الحمد لله. اللي بناكد عليه ان احنا بناخد من كلمات الكابتن الخطيب لما قال ان خلاص التاريخ اللي بيخش او البطولات اللي بتخش بتدخل في التاريخ بتاعكم، اللي جاي هو اللي اصعب. على ما اعتقد خلاص كده دي دخلت في التاريخ واللي جاي هو اللي اصعب. بالظبط فعلا، اخر مره لما كنا في الاجتماع اللي هو عمله لنا دي كده تاني بطوله من الاربعه السيزون ده ان شاء الله، وخلاص كده هنفرح شويه يومين ثلاثه، لسه عندنا اهم بطولتين في السيزون ان شاء الله، دوري السوبر وكاس مصر، وان شاء الله ان شاء الله هنعمل كل اللي نقدر عليه عشان برضه يبقوا معانا السنه دي، وان شاء الله يبقى اربعه من اربعه باذن الله. بتقولي لكل زميلاتك كابتن ايهاب الجهاز الفني على المستوى المميز، وان انتوا الفتره اللي جايه كمان نطالبكم باكتر من كده الفتره اللي جايه. عايزه اقول لهم انه يعني دي لسه تاني مرحله، لسه ناقص لنا اتنين كمان، ومش عايزين يعني نثبت على كده، عايزين نكمل وان شاء الله ان شاء الله السوبر والكاس عندنا باذن الله. يعني الله يبارك في حضرتك. ميرسي، شكرا. الف مبروك من جديد لكل بطلات النادي الاهلي على هذا الاداء وهذا المستوى الرائع. بنبارك من جديد مجلس اداره النادي الاهلي، واكيد الفتره القادمه بطولات بطولات للالعاب الاخرى والالعاب الجماعيه والفرديه. عوده ليك يا كابتن عيسى مستعيد والاستوديو التحليلي. الزميل احمد شكرا جزيلا ليك ولتغطيتك ومجهودك في أرض